الآن قبل كلمة الختامية للجنة الثقافة بالجهة، هناك تكريم لشخص السيد جواد بوخمسين، رجل الأعمال الكويتي والمثقف، وكان من المشاركين في المسيرة الخضراء، يتسلمها بالنيابة السيدة لويزا مديرة المهرجان، يقدمها لها السيد والي ولاية جهة العيون الساقية الحمراء. التكريم الثاني للسيد عبد العزيز سعود البابطين، رئيس مؤسسة البابطين للإبداع، وتتسلمها أيضا بالنيابة عنه الدكتورة لويزا، يقدمها لها السيد نائب رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء. بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف الآن مهرجان العيون العالمي للشعر العالمي على نهايته. هذا المهرجان الذي عملت من خلاله جهة العيون الساقية الحمراء وولاية جهة العيون الساقية الحمراء وجميع الشركاء وجامعة سيدي محمد بن عبد الله على تنظيمه، فكما استمعتم بالأمس إلى كلمة سيد رئيس جهة العيون الساقية الحمراء الذي أكد على اختصاصات، بأن هذا يدخل في الاختصاصات الجديدة للجهات. فمن خلال هذا المهرجان نريد أن نعطي انطلاقة جديدة للعمل الثقافي، وننفض الغبار عن هذا الأدب وعن هذا الموروث وعن هذا التراث. إن هذه ليست مهمة جهة العيون الساقية الحمراء وحدها ولا هذه اللجنة، إنما نحن مسؤولون جميعا عن هذا العمل، فلنتكاتف الجهود من أجل أن نخرج لهذا الجيل القادم أدبا منقحا، هذا الأدب الذي كاد يندثر ويذهب من خلال أنه كان محمولاً في جماجم رجال كل نوب يتساقطون مثل حبة السبحة. إذن نحن مسؤولون جميعاً عن هذا الأدب وعن هذا التراث وعن ثقافتنا المحلية. وأريد في الختام أن أشكر كل الذين ساعدونا على إنجاح هذا العمل. الشكر لسيد رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، والشكر للسيد والي ولاية جهة العيون الساقية الحمراء على تفاعله الدائم وعلى اتصاله المباشر، وعلى كل الذين قدموا لنا يد المساعدة من قريب أو بعيد. كما أريد أيضا أن أشكر جميع الذين جاءونا من بعيد، تجشموا عناء السفر ومشقة الطريق، جاءوا هنا ليكونوا بين ظهرانينا. لقد أصبحنا نحن وأنتم في بوتقة واحدة حقيقة. عفوا إذا خانني شعري وتبياني، فلطفكم لا أوفيه بشكراني، وقد يهون على المرء زلته إحساسه أنه بين إخواني. أريد أن أختم
هذه الكلمة ببيتين أو ثلاث من الشعر: يا أيها الضيف إن حطت مراكبكم على ربا خضراء فاذكر روابينا، وإن أصابك هم البين مغتربا فاملأ لنا من شذا النفس الدواوين. يا صاحبي إن القلب اليوم في شجن، ولن أقول وداعا سوف تأتينا. وسنختم هذه الحفل الختامي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله أمير المؤمنين صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، تلقيها الدكتورة فاطمة الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. من رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء إلى السيد مستشار صاحب الجلالة القصر الملكي الرباط، سلام تام بوجود مولانا الإمام، وبعد يتشرف خديم الأعتاب الشريفة رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء بأن يلتمس من سيادتكم رفع نصر برقية الولاء والإخلاص التالية إلى السدة العالية بالله أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. نص البرقية: مولاي صاحب الجلالة والمهابة، السلام على مقامكم العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته، وبعد يتشرف خديم الأعتاب الشريفة رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء باسمه الخاص ونيابة عن كافة المشاركين من داخل المغرب وخارجه، وهم يختتمون أشغال مهرجان العيون للشعر العالمي في موضوع الشعرية الصوفية وآليات اشتغالها، الذي تم انعقاده بمدينة العيون يومي 4 و5 نوفمبر 2016، أن يرفعوا إلى سدتكم العالية بالله آيات وأسمى الولاء والإخلاص وأصدق عبارات الإجلال والإكبار على تفضلكم بتشريف المهرجان بكريم العطف وسامي الرعاية، مقدرين لجلالتكم هذه الالتفاتة المولوية الكريمة. مولاي صاحب الجلالة والمهابة، لقد تدارس المشاركون وأشادوا بموضوع الندوة الشعرية الصوفية وآليات اشتغالها، كما ثمنوا عاليا كل الاقتراحات والتوصيات التي خرجت بها، كما يشرفني أن أرفع لجلالتكم تهاني الوفود المشاركة مغاربة وأجانب من القارات الأربع، ومن قلب عيون الساقية الحمراء أحر التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء المظفرة التي لازلتم تقودون قاطرتها الاقتصادية والدبلوماسية بثبات وتوفيق من الله العلي القدير. أبقاكم الله يا مولاي ذخرا وملاذا آمنا لهذه الأمة، ومنارا هاديا ينير طريقها، وسدد خطاكم وحقق مسعاكم، وأسبل عليكم نعمة الصحة والعافية، وأطال الله في عمركم، وأقر عينكم بولي عهدكم المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد أزركم بصنوكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب وبالاستجابة جدير. والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمة الله تعالى وبركاته. حرر بقصر المؤتمرات بالعيون بتاريخ 5 صفر
1438 هجرية الموافق لخمسة نوفمبر 2016 خديم الأعتاب الشريفة سيدي حمدي ولد الرشيد رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء.